بعود شبابها ستحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده من طريقي. مساء اللعبه الحلوه والاهداف الاحلى اللي لما بنشوفها ما نقدرش نقول غير اللاعب ده جاب الجون ده ازاي. هاخد من كلام المعلقين لما بيتكلموا على ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو، دايما بيقولوا للمتعه عنوان والاهداف مكان والسيد حمدي بيجيب اجوان. هو ده ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو. ثبت لنا حاجه كده غريبه، ان مش بكتر انك تنزل الملعب تجيب اهداف. مهاجم وراس حربه طبيعي انك تجيب اهداف، بس مش بالوقت اللي بتضيف الملعب، لا ده بمهارتك وجهدك وتعبك هو ده اللي بيجيب اهداف. اهدافه دايما حاسمه في الوقت والنتيجه. مين فينا يقدر ينسى في الدقيقه 88 مع الترجي التونسي جاب الهدف اللي هو غير مجرى كل القصه بتاعته، خلى البطوله تتحسم للاهلي، وحاجات كتيره وحواديت كتيره عن الجميل اللي دايما مشرفنا في الملاعب في مصر وفي اليابان، الكابتن السيد حمدي نجم الاهلي والمنتخب السابق وحاليا نجم المنصوره زي ما بيسموه التاريخ. مشرفنا التاريخ النهارده في الاستوديو السيد حمدي، شرفتنا يا كابتن. اهلا بيك يا ستار، وسعيد اني موجود مع حضرتك، ومشكر على المقدمه الحلوه دي. حبيبي ده انت تستاهل كتير، والناس كلها بتحبك طبعا، احنا منهم. وتاريخك بجد، كلمه التاريخ دي مش الناس مش بتجاملك بيها، انت تاريخ. ربنا يخليك. كذا نادي وكل نادي بتسيب فيه بصمه، عشان كده تاخد هديتك مننا بقى. نطلع نشوف هديه ونشوف الحاجه الجميله مجهزه لنا المتالق محمد عبد المنعم، ونرجع ندردش مع بعض. تمام حبيبي. عبد الله السعيد، كرات العاليه بالاهلي كلها بمصر المدافعين، لكن المره دي استلام حلو احمد فتحي، ويلف جميله جميله. من اول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنلس، يعني الابداع كان مولود فينا لحظه مواعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا بجد والله. ربنا يخليك، فرحتنا كتير ولسه بتفرحنا. هو ده اللعيب اللي هو ايه بيبقى اقول لك بيلعب برجوله في الملعب. ربنا يخليك والله، الحمد لله. وانا قلتها في المقدمه، كل هدف ليك
بدون مجامله بيبقى حاسم في النتيجه وحاسم في التوقيت بتاعه. فضل ربنا الحمد لله. يعني تعالى نرجع شويه. انت النهارده اولا شكرا ليك انت، انا عارف انك جاي لنا مخصوص دلوقتي من الفيوم فقطع مسافات عشان الناس اللي بتحبك، فشكرا ليك انك شرفتنا. لا لا تحت امرك. ارجع بقى للفيوم. انا هرجعك تاني دلوقتي على الرغم انك لسه جاي اهو. البدايه بقى ازاي؟ بدايتي وانا عندي 17 سنه كان في فرقه في الفيوم كانت بتلعب درجه ثالثه كان اسمها اهل الغرق. ده كان الفرقه دي كانت بتلعب درجه ثالثه، فبدات معاهم في الدرجه الثالثه، فبدات لعبت اول سنه الحمد لله ربنا كرمني معاهم. رحت هويدي الفيوم اللي هو حاليا المقصه، كان متسمى باسم علي هويدي يعني. كان بيلعبوا درجه ثانيه. الحمد لله لعبت معهم موسم الحمد لله، كنت يعني خدت الاهداف الفرقه وهم صعدوا الحمد لله وعملت اسم يعني في الفيوم. بعد كده رحت المقاولين، جالي المقاولين ناشئين المقاولين. طب قبل ما نروح للمقاولين، في البيت انت كنت عارف نفسك ان كنت حابب تطلع لعيب كوره؟ يعني هو ده كان طموحك انك انت مركز بقى في اللعبه دي علشان خاطر هي دي تبقى مهنتك ولقمه عيشك ونجوميتك، ولا هي جت معاك كده؟ لا هي ما جتش كده، بالعكس هي كان فعلا هو طموحي وكان شغلي. ما كنتش عارف يعني بعد خلصت الدراسه ما كنتش عارف اشتغل ايه، ما كنتش لاقي نفسي في اي مجال او في اي شغلانه زي اي شاب يعني في سني. فكان تركيزي كله في الكوره، كان يعني كان اصحابي بيلعبوا معايا لكن يعني بيلعبوا ويروحوا يعني لهم شغل او لهم وظايف والكلام ده، لكن انا كنت مركز ان انا اطلع لعيب كوره، ما كنتش عارف اعمل حاجه غير ان انا ابقى لعيب كوره. فالحمد لله اجتهدت وتعبت يعني من صغري، ما كنت انا الوحيد على في العيله يعني على 5 بنات. فخلاص كنت مركز ان انا ابقى ليا دور في البيت ودور واعمل حاجه لنفسي يعني. فالحمد لله ربنا كرمني مشوار يعني. شجعوك في البيت الوالد والوالده؟ شجعوك ان ولا الوالده بس دايما الاقاليم بالذات يقول لك ايه يعني ركز بس في الدراسه وبعدين اعمل اللي انت عايز تعمله لحد ما تخلص دراسه زي ما بتقول يكون كل حاجه الحمد لله ضاعت، ولا تلحق دي ولا تلحق دي وما ماشي. والله زمان كانت الظروف صعبه جدا يعني، الظروف الماديه كانت صعبه جدا، التوقيت كمان انت عارف السنين اللي فاتت كانت اللي يروح نادي الاهلي او ان هو يعني انفتاح ده حلم الحلم انفتاح دلوقتي غير زمان خالص. صحيح. كان الاختبارات كانت صعبه جدا، كان اللي يقبل في اي نادي كانت معجزه. فكان في اصرار من جوايا ان انا يعني اوصل، ما كانش حلم ان انا اوصل النادي الاهلي، لكن طموحي ان انا ابدا الاول بس يعني اعرف ناس بالناس وان انا اكون موجود في نادي محترم يعني ونادي يعني اسمع، وبعد كده ابدا بقى خطوه. الحمد لله كان مشوار كبير يعني وقدرت احقق يعني الحمد لله بعض الحاجات اللي كنت مين بقى هناك قال لك يعني عينه كده شوافه ولا لك سيد انت لعيب يعني شجعك اكتر من المدربين؟ بس دايما الاقاليم دي بيبقى فيها كنز فيها كنوز بجد. حتى دايما بنقول مسميهم كابتن المظالم في الاقاليم، ده في مواهب تخض في كل المجالات وبالذات كمان في الرياضه، بس هم مش لاقيين الفرصه او مش بيجتهدوا الاجتهاد اللي هو مطلوب زي ما انت عملت. والله بص اللعيبه اللي في الاقاليم بتبقى مظلومه من ناحيه ان هم ظروف الماديه بتبقى صعبه عليهم، فبيتجهوا اتجاه بين الكوره وبين الشغل، فهو مش يعني بيقول لك لا الكوره لسه مش هتبقى مستقبلها مش مضمون مش زي دلوقتي يعني. ففي لعيبه كانت لعيبه كبيره جدا وكانت لعيبه محترمه وكان لعيبه كان ممكن يبقى لها اسم في الفتره الحاليه دي، لكن اتجهوا اتجاه ان الكوره لا مش هتعمل حاجه وفي الاجتهاد وفي اللي طنش يعني، لكن اللي ربنا يعني بيجتهد وربنا بيركز في حاجه معينه اكيد كان ربنا بيديله يعني. فانت بتسالني مين اللي شافك ومين اللي دعمك هناك بقى في البدايه خالص؟ هو كان البدايه خالي بصراحه يعني، خالي كان يعني هو اللي كان متولاني في نقطه ان انا يعني ابقى لاعب كوره وابقى اعمل حاجه وكده، فبشكره طبعا. في المستشار صديق طبعا ليا المستشار هيثم يوسف، ده من بلد في الفيوم اسمها اهل الغرق اللي هو النادي اللي انا لعبت فيه الدرجه الثالثه. ده الاثنين دول بصراحه كان في بدايتي هم اللي اكتشفوني يعني، هم اللي حطوني على الطريق الصحيح يعني. نوجهم لهم الشكر انهم طلعوا لنا نجم زيك. ربنا يخليك محترم خلقا ولعبا بالنسبه باللعب بالصراحه يعني الله اكبر عليك. انت كده بص قناص بتحترف الكوره، هاوي كوره، حد بيلعب بحب مش حد نازل يادي كده الحمد لله الحمد لله. طيب كمان لسه مش هنسيب الفيوم دلوقتي، انت لعبت في نادي اللي هو الاهلي الغرق؟
اهل الغرق. اهل الغرق. اهل الغرق هو اسمه يعني نسبه النادي الاهلي في البلد اسمها الغرق، لكن نسبه النادي حبا في النادي الاهلي فسموه اهل الغرق. اهل الغرق مش اهل الغرق. لا أهل الله الغرق. انت طلعت منه برضه على اهلي مسمى. لا بس في الاول على في المقاولين الاول. صح مسمى كان. سبت الفيوم جيت القاهرة. رحت المقاولين. مين بقى جابك من اهل الغرب؟ رحت اختبارات. اختبارات عادية. رحت اختبارات وما قابلتش مرة والتانية والتالتة يعني تعبت. استأذنك بقى نهدى شوية لان احنا البرنامج بتاعنا اسمه طريق. طيب. كل الناس فاهمة مثلا السيد حمدي ده نجم وستار وموجود بس الفرصة حد خده كده وقال له انت كمل، يعني هي شغل حظ مش اكتر. فاهمين ان مولود مثلا في بقه معلقة ذهب طبعا اب وام وفلوس وبيتصرف عليه. لا احنا بنتكلم على مشروع نجاح. شوف انت بتقول ايه جيت مرة واثنين وتلاتة، هو ده اللي احنا بنقوله في طريقي، بنقدم نماذج الناس الشباب يحتذى بيه. لا ما تعبت اول مرة او ما حلفكش الحظ، لا كمل. اكيد اكيد زي ما حضرتك بتقول. لا الموضوع كان صعب جدا بالنسبة لي وبالنسبة لأي لعيب مر بنفس الظروف اللي أنا مرت بيها، يعني إن هو ما قابلش أو ما لعبش في 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 القاهرة ومتشاف. لا ده في جاي من بلد أرياف ومن بلد مش متشافة أكتر، في القاهرة الأمور هتبقى أصعب عليه. فروحت مرة واثنين وثلاثة. أنا كنت حابب النادي المقاولين لأن النادي المقاولين بيحب الناشئين وكان مجال الاختبارات عنده كان واسع، ففضلت إن أنا أروح المقاولين. رحت مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما كنتش بقبل لحد ما جه الحظ ابتسم لي. كان ابتسام الشيني كان وقتها مسك نادي المقاولين. الحمد لله عملت تقسيمه كده يعني في الاختبار التقسيمه كويسه فاخترنا. انت كنت بتيجي وحدك مع نفسك وتسمع ان في اختبارات الساعه 6 الصبح عشان السلام عليكم يا فلان. ايوه ادخل 6 الصبح عشان شنطتي. محدش قال لك استنى انت ارجع بلدكم بقى ما فيش لعب هنا ولا مش ما تنفعش كتير. ما انا بقول لحضرتك ما هو الرجوع ان انا كنت بقى ما ببلش اول مره بسبب ان كان في حد يقول لا انت مش هتنفع، يعني اخترنا ناس معينه وانت لا. ف يعني كان ممكن النقطه دي بقى نقطه فاصله. أيوة. في ان انت تكمل. صح. وان انت تزهق او ان انت خلاص. ظروفك الماديه ما تساعدك ان انت تروح القاهره وترجع الفيوم تاني، فده كل كان عبء برضو على العيله وعلى والدي. لكن انا كنت خلاص يعني بحاول قدر الامكان لنجح لنجح. يعني الحمد لله رحت جربت تاني لحد ما جت الفرصه واخترنا الحمد لله. يعني دخلت المقاولين. دخلت نادي المقاولين. بدايتي كانت كويسه الحمد لله. كل ماتش كنت بجيب جونين ولحد ما سمعت في الفريق الاول. حد كان وقتها كابتن حسن شحاته. انت دخلت ناشئين المقاولين. ناشئين المقاولين من رايح رايح من مقصه 18 سنه. رحت المقاولين كنت عندي 19 سنه. ما كانش لسه فكره مثلا الاعاره او مثلا المقصه هي ترشحك او اهل الغرق. لا انا خلصت لعبت سنه اصلا مع المقصه وفري. فدلوقتي بشوف مستقبلي بقى في القناه. قلت لهم كمل. قلت لهم لا انا عايز ايه العب في نادي المقاولين. راح اختبر في نادي المقاولين فقالوا لي خلاص. فزي ما بقول لحضرتك رحت المقاولين لعبت اول ماتشات الحمد لله ربنا كرمني وصعدت مع الفريق الاول. كان وقتها كابتن حسن شحاته والكابتن غانم سلطان ماسكين نادي المقاولين. دخلت مع النادي كنت طبعا لسه ناشئ وكده. كان هم عندهم دوري طبعا صعب في الدرجه الثانيه وفرق كان الدوري صعب يعني. فكنت بتمرن معاهم لحد ما خلاص بدات يعني ادخل معاهم وهلعب. جاء كابتن حسن شحاته مشي راح مسك المنتخب. فما كانش ليا الحظ ان انا اكمل مع نادي المقاولين. فخلصت الفتره بتاع الناشئين بتاعتي اللي هي 20 سنه. وكان ساعتها الكابتن علي ابو جريشه مسك المستشار الفني لنادي المقاولين. فقال لي في فرقه في دمنهور اسمها ميه البحيره. مسكها الكابتن محمود جابر. الشركات دي شركه ميه البحيره. شركه ميه. شركات قطاع خاص. فقال لي ماسكها الكابتن محمود جابر مدير فني اللي هو ولد عمر. ولد عمر جابر. الراجل ده محترم وانا برشحك له ومدرب هترتاح معاه يعني وفرصه لك. هو لعيب كبير وكان ليه تاريخ طبعا. وانا رحت اختبارات الاسماعيلي بس ما الراجل الكابتن علي برجيش بصراحه يعني هنا في نقطه فاصله. الراجل ده ساعدني ساعدني حتى بالكلام مش شرط ان هو قال لي بص لو لعبت في الناشئين احنا عايزينك بس انت مش هتشاف اكتر في الناشئين لان الاسماعيلي الضوء كله عليه في الفريق الاول. فانا ارجح لك ان انت تلعب في اي فرقه درجه تانية فريق اول تسمع وبعد كده تروح تيجي الاسماعيلي. فكرته حلوه. فالراجل ده خدمني بصراحه يعني بشكره طبعا على الهواء. المهم الحمد لله رحت الكابتن محمود ولعبت السنه معاهم في ميه البحيره. مضيت عقد 3 سنين. اول سنه الحمد لله سمعت كنت هداف الفرقه جبت حوالي 9 تجوان و10 تجوان.
وبعد كده شافوني طنطا كان صعده ممتاز، كان بيلعب معانا في نص الدرجه، لعبه ممتاز، فقالوا له احنا عايزينك، فاشتروني من مال بحير. بدات القصه يعني بدات بقى تصاعديه، بقى هنا الدوري ممتاز والدنيا مكشوفه لك، وبدات الناس تتابع الانديه، وكل الانديه بدات تتابع كده. طبعا اي لاعب حلمه وعينه ان هي تروح على الاهلي، على الزمالك، على الاسماعيلي، الانديه الكبيره. انت في خلال الفتره دي ماشي كده بخطوات هاديه وثابته وعارف بتعمل ايه؟ هو يعني هو ربنا يعني ايه ميسر الامور، وبدات الامور تمشي يعني خطوه خطوه، عشان احنا طنطا كنا مجموعه، قعدت موسمين في طنطا. تمام. طنطا كانت مجموعه ميال بحيره وفي الدرجه الثانيه، فهي كانت اقرب حد يتابعني يعني. هم كان خلاص صاعدين فشافوني في ميال بحيره، فقالوا لك احنا عايزينك تلعب معانا في الممتاز ان شاء الله. حق الناس تقول لك تاريخ والله. ايه يعني الزحمه دي؟ من طنطا لي بتروجيت، من ميال بحيره لطنطا لعبت سنتين. سنتين اول سنه دوري ممتاز، للاسف النادي نزل درجه تانية، مشوا بقى اللعيبه اللي كانوا موجودين في نادي طنطا، كان مهاب سعيد وخالد قمر ولاعيبه كلهم في الدوري، راحوا دوري ممتاز من طنطا. انا عايز امشي والكلام ده، قالوا لا احنا ايه عايزينك وهتكمل معانا السنه دي. فلعبت معاهم في الدرجه الثانيه، الحمد لله خدت هداف المجموعه. جالي بقى الاهلي والزمالك من طنطا، الاهلي والاثنين مع بعض بداوا يتكلموا عليا، وفي مدرب بدون ذكر اسمه يعني قال لهم هو كويس بس زي اللي موجوده يعني زي اللي موجود في النادي الاهلي. ما حصلش نصيب، دخل الزمالك. الزمالك كابتن ساعتها كان وقت كابتن محمد حلمي تقريبا هو اللي مسك نادي الزمالك، فقال لي احنا عايزينك واحنا متابعينك، وانا شايف ان انت تلعب في نادي الزمالك وان شاء الله تبقى معايا والكلام ده. نقله برضو الزمالك نادي كبير. طبعا يعني اهلي الزمالك اكبر انديه وده حلم يعني. صحيح. الدعوة التامة والصلاة القائمة
هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. الشهر التاني وبدأت الناس يعني تديني الثقة، فالأمور كانت كويسة مع الحمد لله، الواحد كان مرتاح نفسيا في الفترة دي، فقدر ان هو يطلع كل حاجة عنده. فجال الأهلي والزمالك تاني، بس كان الأهلي يعني الأقرب، لأن هو كلمني الأول وأنا أهلاوي وعيلتي أهلاوية، والحلم خلاص بدأ يعني يتحقق ان هو في حاجة الأهلي يا سادة في حاجة رسمي ان 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 خلاص يعني الأهلي يعني. والزمالك برضو كنت كان بيكلمني وقتها واحترمت نادي الزمالك طبعا، هو كان بيفوضني طبعا ويعني شكرتهم وقلت لهم بس انا يعني النادي الاهلي خلاص سبق ويعني ادى المبلغ اللي هو كان عايزه بتروجيت وقتها، كان خمسة ونص مليون. لا ولاعيب تاني كان صفقة، صفقة كبيرة بالرقم ده في الوقت ده، بالرقم ده حوالي يعني تكلم مثلا في 15-20 مليون تقريبا. أيوة حاجة زي كده. والنادي الاهلي خلاص دفع خلاص خلص معايا وخلاص بدات انا بقى لاعب في النادي الاهلي. ده بالنسبه لي بقى كانت حاجه، كانت اول مباراه لك في الاهلي كانت صعبه شويه صح؟ في افريقيا. رحت في افريقيا انا كان وكان لك 3 4 5 ايام لسه يعني ما عشتش جو اللعيبه والناس. بدات بقى في النادي الاهلي يعني خلاص الحلم اتحقق وبدات بقى الدنيا تبتسم لي يعني، وخلاص في اللعب في النادي الاهلي وهلعب بقى والناس هتشوفني وكل الناس هتتابعني. حصل الظروف بقى اللي هي في اول السنه دي الدوري توقف، كان في حادث بورسعيد، كان في ثوره، فالكره بالنسبه لمصر كانت لا ما كانش فيه انت هي. ما كانش فيه غير النادي الاهلي هو اللي بيلعب افريقيا صحيح، ما كانش بيشارك لا دوري ولا كاس ولا هو الاتحاد وقف كل الانشطه فكانت الفرصه في اللعب بالنسبه لي مع مستر جوزيه كان وقتها هو اللي جايبني، كانت صعبه لان انت بتتكلم على 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 بطوله افريقيه فيها مثلا 6 فراوده موجودين في النادي الاهلي انا من ضمنهم، وانت لسه لا لسه جديد وفي ناس عندهم قديمه يعني في لعبه افارقه 2 افارقه دومينيك وفابيو وكان موجود جده وكان موجود متعب وانا داخل عليهم، فالموضوع كان صعب جدا في ان انا العب يعني. المهم عدت السنه يا ابني امشي روح العب مثلا في نادي تاني. ده مين بقى اللي بيقول لك؟ الوكلاء واهلي صحيح. طب انت يعني هتقعد كده مثلا في النادي الاهلي بس ما بتلعبش واحنا عايزين نشوفك انت عارف برضو ايوه لا هي الوالد لا ومعاناه انت لنفسك انت نفسيا هم شايفيني نفسيا انا جاي بلعب مش جاي اقعد شايفيني صحيح. نفسيا برضو مع ان هو حلم ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، بس اللعيب الكوره برضو مهما كان لعيب وبشر يعني صحيح. ازاي برضو انا في النادي الاهلي الناس بتتابعك وانت بتلعبش صحيح. فكانت برضو نقطة فارقة في 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 مشواري مع في الكورة عامة يعني، ان انا برضو ما زهقتش كملت وقلت لا انا مش همشي لازم اثبت نفسي الاول، لان بدأت الناس تقول ده صفقة فاشلة، هم ما كانش عارفين ان انا ما بلعبش انا قاعد غصب يا رب يعني ما فيش مجبر، فبدأ كمان الاعلام يضغط عليا في انه مشوا او ده ازاي جاي بيت بالمبلغ ده تابعنا الفترة دي الصراحة اللي مش عارف كانت الأمور صعبة بالنسبة لي، لكن أنا تحديت نفسي قلت لا رفضت العروض كلها وقلت لازم أثبت نفسي في الـ في الـ في النادي. جالك عرض من الزمالك في الفترة دي صح؟ جالي كل حد كده بعت لك في ناس كلمتني في الزمالك وفي السموحة، وكان وقتها مقصة باين يعني كان في كذا عرض في الدوري الممتاز، لكن أنا قلت لهم لا أنا مش من النادي الأهلي غير لما ألعب، قلت لهم هلعب وبعدين امشي يعني اثبت نفسي ان انا فعلا استحق ان انا موجود في النادي الاهلي وامشي. تعرف انا عشان يعني. عشان كلامك والله يا كابتن حاله الرضا اللي انت فيها دي، انا قلت في المقدمه اني انا بنزل كلاعب الاهداف بتيجي مش بان انا قاعد في الملعب، بان انا حابب العب وحابب ان انا اقول موجود حتى لو بنزل 5-6 دقائق. دي كلمتك دايما انت بتقول كده طبعا هي قصه مش قصه ان انت بتلعب 90 دقيقه ولا 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 دقيقه ولا يعني هي قصه في المجمل ان انت الوقت اللي انت هتلعبه هو انت يعني هتعمل فيه ايه ولازم تبقى مركز، لانك انت ممكن تنزل وقت قليل بس ممكن تضيف تخطف كده تضيف تقول ان انا موجود تضيف العشر دقائق وربع ساعة لا ده ازاي ما يلعبش او ازاي ده بيخلص في ربع ساعة فتبقى الحمد لله يعني ميزة مش موجودة عند
يعني قليل قوي. هي توفيق من عند الله. وانت حابب تنزل تقول ان انا لسه يعني ما مش قاعد وخلاص، مش قاعد، اديني الفرصه وسيبني بقى انطلق. فالحمد لله السنه عدت على خير، وشاركت بعض الماتشات مع جوزي، لكن ما كنتش برضو يعني ايه واضح بالشكل المناسب ليا. فجاء الكابتن حسام البدري مسك من الدور الثمانيه في افريقيا. بدات العب بقى اول ماتش ليا، كان حتى برضو كان صعب جدا. أيوة. في افريقيا ده الحظ. ف المصابين اللي الفراودة كلهم يعني خلاص ربنا رايد لك بقى ان انت تلعب، انت يعني عملت تجتهد وصابر. بس يعني في بقى ماتش بقى صعب اللي هو بنلعب الاختبار ده بقى، بنلعب فرقه في نيجيريا، ودرجه الحراره فوق ال 40، بنلعب على ملعب ترتين. كنا بنحط ميه في الجزمه عشان يعني عشان تلطف في الدنيا، عشان تقدر تكمل رجليك من كتر السخونيه. وهم واخدين على ده، وانا بالنسبه لهم في مصر لا، هم عادي الامور طبيعيه بالنسبه لهم، وانا يعني بدنيا برضو الامور صعبه، لان انا لسه اول ماتش عليا، وكمان حمل ذهني وجسدي وكل حاجه. لكن ربنا كرمني يعني الحمد لله، قدرت ان انا اجيب جول، ودي كانت بدايه برضو بالنسبه لي. ده كان في دقيقه كام فاكر؟ هو كان الشوط الاولاني، كان في الشوط الاولاني الجون اللي هو بالشمال اللي هو الاعداد عرضه يعني. ايوه ده بالشمال، ده هو ده كان بدايه اول ماتش ليا. كنا كسبانين 3-0، درجه الحراره خلتنا تعادلنا 3-3. تعادلنا 3-3 الماتش 3-3، وكسبنا هنا في القاهره. فبالنسبه لي برضه كان يعني الحمد لله ربنا كرمني في الماتش ده، وجبت جون، وبدات ايه ابان للناس ان انا يعني ترجع تاني لنفسك كده، ان انا لا في لعيب موجود في النادي الاهلي ويستحق ان هو يلعب يعني. بدات بقى العب الماتش اللي هنا، ما جبتش فيه جوان، صعدنا بقى اللي خلاص للنهائي، نهائي اللعب الترجي في برج العرب، وده مباراه تانية لها قصه تانية. فانا كنت اساسي الماتشين اللي فاتوا، وفوجئت ان انا ايه قاعد احتياطي. برضو يعني استغربت، طب ليه ما انا ماشي كويس وبتاع، بس كان جهاز له كان يعني كابتن حسام رؤيه ان هو يلعب بفرد واحد بجد، وتحتي كابتن ابو تريكه ويدافع اكتر فيامن ويلعب بمهاجم واحد برضو في لعبه الترجي، فرقه محترمه. المهم الشوط الاولاني جابوا فينا جون، هو بيتعرض ده الجون التعادل في الدقيقه 88. ده بقى اللي هو الجون بقى ده اللي هو يعني اللي فرحنا اللي حسم الدنيا دي كلها، اللي هو خلاص رجع البطوله يعني. صحيح. فنزلت الشوط الثاني الحمد لله، الاهلي كان خسران واحنا بنهاجم، والحمد لله كرة بيلعبها فتحي، فالحمد لله خدت قرار في وقتها، وقدرنا الحمد لله ان احنا نتعادل 1-1، ونروح بقى تونس ان شاء الله خلاص المباراه النهائيه. بدات انا المباراه النهائيه دي الحمد لله يعني، كان لي خلاص ان انا يعني جاهز فني، لا في جاب جون وفي ثقه ان هو لا يستحق ان هو يبقى موجود في المباراه النهائيه. الحمد لله الاهلي عمل ماتش فوق الخيال من ناحيه الاداء التكتيكي ومن ناحيه البدني يعني عمل كل حاجه في الماتش ده فعلا. قدرت ان انا اجيب نلعب الكوره لجد، والجون اللي جابه جد ده كانت جمله فعلا زي ما قلت جمله تخض. يعني احنا بتسال ده عملها ده ازاي، في اهداف كده بتيجي معاك كانت مثلا انت بعد ما تخلص وتتفرج وانا عملت دي ازاي شفتها. في يمكن ضمن الجون اللي هو انا عامله لجد ده، كانت في كوره يعني وائل كابتن وائل بيشوطها قدام كده اي حاجه، فالمدافع ما توقعش ان انا هاخده وعد بسرعه كده والعبها، فكان جون بالنسبه لي، او يعني ما جبتوش بس كان بالنسبه لي كان حاجه برضو. الاسيست اللي انا عملته ده كان حاجه بالنسبه لي حاجه كويسه يعني، وخدنا البطوله الحمد لله. هاخد من كلامك حاجه، انت جوه وسط في كلامك بتسال على حاجات كتير، وانا انا مش عارف ايه اللي حصل، مش عارف رحت ده فين، مش ولحد الان تقريبا انت واحنا مش عارفين انت مشيت لي من الاهلي صح؟ ولا بقول لحضرتك ولا عارف وبتخبي ولا لا لا مش مخبي. هو انا يمكن بعد كنت بسجل من يومين كده في برنامج، فهو كان سألني نفس السؤال، فبقول له تقريبا في توافق كده على كل الناس عايزه تعرف السبب. فبقول له انا، هو بيقول لي انت ظلمت، وبقول له هو طبيعي في الكوره في ظلم، بس انا تعرضت لظلم ان هو كان يعني غصب عن النادي الاهلي، ان الاهلي كان في الفتره دي كان في تذبذب في المستوى، تغيير في المدربين حوالي 4 أو 5 مدربين، فكل مدرب بيجي له اللعيبه بتاعته له السيستم بتاعه، وهو مش شايف اللعيبه دي، فهو عايز لعبه جديده،
فبدأت الأمور من هنا إن أنا الظلم فيها، فإن أنا ما عملتش حاجة يعني، أنا يعني موجود في النادي الأهلي ما عملتش حاجة، ما بلعبش آخر فترة، بس يعني غصب عني إن في كل مدرب بيجي بيلعب ناس معينة، فأنا اتظلمت في الحتة دي يعني. لو كانت الدنيا النادي الأهلي مستقر ماديا، مستقر كرة شغالة، يعني ساعات لعيب بيبقى ضحية ضحية ظروف، ضحية ظروف صحيح. ومش أنا بس، كنت أنا والناس وثلاثة اتنين تاني معه، كنت أنا الشديد مانجا كلهم لعيبة نجوم، جدو وأحمد بس شهاب، بس فجأة كابتن أنت حسيت أنك مش موجود وزعلت بس من الطريقة اللي هو يعني أنت أو أنا اتبلغت بشكل يعني. والنادي الأهلي طبعا نادي كبير وخيره على كل اللعيبة وشرف لأي لعيب، لكن هو التصرف اللي حصل إن إحنا اتبلغنا بشكل مش كويس يعني. فهي الأهلي بتروجيت، كنت بتلاقي نفسك في أنهي بعيد عن الأفضلية، ما هو فيش حاجة اسمها أفضلية في الكورة، الناديين كبار وكل واحد ليه جماهيره وناسه يعني، انت نفسك انت كسيد حمدي كنت بتلاقي نفسك في انهي نادي فيهم؟ في بتروجيت. بتروجيت لان بتروجيت كنت واخد الملكه واخد الحريه واخد الثقه، ما يعني ما مرتش بظروف زي اللي مرت بها في النادي الاهلي. انا اول ما رحت الحمد لله لعبت ولعبت الماتشات كلها في الدور الاول، الموسم الاولاني، الموسم الثاني برضو لعبته، رحت المنتخب عن طريق بتروجيت، فكانت في فتره يعني الحمد لله كلها اساسي. واللعيب برضو بيبقى انت عارف لما يكون لعيب برضو اساسي ونفسيا برضو بيبقى مستقر بيبدع بقى بيأكل اصلا في الاول والاخر مهنه مزاج يعني مش مهنه بس، لا ده حاجه هوايه كده. بالنسبه لي في بتروجيت كانت فتره كانت فتره يعني الواحد لا يمكن ينساها، لكن الاهلي بيديك بقى التاريخ الضوء التاريخ الجمهور بيديك كل حاجه، الحاله الحلوه برضو لعيب في الاهلي بيديك كل حاجه يعني. وده ميزه النادي الاهلي، انك لما تخرج من النادي الاهلي على الاقل يعني، انا لعبت 3 سنين في النادي الاهلي الحمد لله واخد 7 بطولات، في لعيبه صحيح يمكن لعبت في النادي الاهلي ما خدتش 7 بطولات. لا وانت لعبت مع الاهلي بره كمان في ولعبت الحمد لله كاس على جبهه يعني، ما بقول لك حضرتك 7 بطولات دي انت ليك اهداف هناك برضو الصراحه لذيذ الحمد لله. هي عرضنا دلوقتي اهو بيتعرض اهو ده الجون في كاس العالم الياباني في هيروشيما. وبالنسبه لي برضو كان حاجه ان انا اجيب جون في كاس العالم، ده حاجه بالنسبه لي كانت يعني سعيد بيها، وتتحط لي في السي في بتاعي في النادي الاهلي يعني. الاحتكاك بالانديه الكبيره دي اكيد بيثقلك، بترجع يعني بخبرات تانية بلعبة بمهارات تانية صح؟ هو الأجواء كمان اللي أكيد يعني أجواء فوق الخيال، كجمهور كملعب زي مثلا البطولة في اليابان كانت أجواء الفنادق لا جو فن جو احتراف. وانتو كنادي بتلعب باسم مصر أكيد زي فكرتني كلمة الأجواء دي، الأجواء اللي هو عايشتونا فيها في 2010 والمنتخب والحالة الحلوة دي، كل الناس ورا المنتخب، كل الناس في البطولة زي كده ورا الاهلي صحيح، لكن مصر كلها فدي بتزودك حماسه كلاعب يعني. انا مش جاي اسكن ما تبقى مسافر في بلد في زي اليابان وانت الفرقه الوحيده اللي بتمثل مصر، فكل الناس بتتابعك، كل الانديه كل الشعب المصري بيمثل او النادي الاهلي بيمثل مصر صحيح. فده بالنسبه لك برضو حاجه كويسه واهتمام ان انت كلاعب لازم تعمل حاجه للناس كلها دي شايفاك يعني. في موقف كده مع متعب، موقف مع ابو تريكه، موقف مع اي حد انت عايز تحكيه؟ هو كان في موقف كتير يعني بس ما يعني على الهواء صعب، لا هو ده مطلوب على الهواء لا هي بتبقى مواقف شخصيه كده الواحد هو يعني. ما انا افتكر موقف لبركات، كنا رايحين نلعب نهائي افريقيا، فبركات كان اخر يعني تقريبا كانت اخر فتره له ان هو كان في كلام هيعتزل فالمهم احنا ماشيين في الاتوبيس ورايحين النهائي، وكل الناس اللعيبه اللي بيقرا قران واللعيبه اللي ماسك الموبايل بتاعه واللي نايم واللي قاعد يعني كل اللعيبه مركز في حاجه معينه وفي هدوء غير طبيعي انك رايح للنهائي يعني. فالمهم بركات لقينا ماشي كده في الاتوبيس ومسك المايك وبقول لك انا قلنا بقى هيقول حاجه ان هو اللي هي بتاعت الموقف بقى على حاجه كبيره حاجه كبيره تواكب ان احنا رايحين النهائي وقت ما فيهوش هزار خالص يعني. فكان في لعبه اسمها الصابوي اللي بيجروا ورا بعض دول
فهو عمل رقم فيها حوالي عمل 20 مليون او حاجه زي كده. فبقول لهم بقول لنا مسك المايك واحنا كلنا بقى ساكتين وقلنا يعني بركات اقول حاجه مهمه. فقال لك الحمد لله انا عملت 20 مليون في اللعبه دي. وده ممكن كده حتى الجهاز اللي هو كابتن حسين تعرف كابتن حسين بيبقى متنشن وصارم في الامور دي وبطوله ما خلى كابتن حسام خلاص بالله. ده من الموقف اللي يعني كتير كتير بس ده موقف انا افتكره ببركات. كان موقف يعني المنتخب رحت المنتخب ولعبت 2010 ونجحت الحمد لله تعالى فيه وثبتت نفسك فيه. بس اللعب باسم مصر ليه وضع تاني خالص، ليه احساس مختلف طبعا وليه توجه تاني مثلا من المدرب والفريق واللعيبه اكيد طبعا. انت بقى سؤالي بقى متوطل. نفسك ترجع المنتخب تاني؟ اكيد اي لاعب لا اكيد اي لاعب انت عارف المنتخب دخل على كاس عالم وانا وعارف ان الامور صعبه ان انا ارجع للمنتخب، لكن حلم اي لعيب صغير كبير في السن في يعني ايا كان هو لعيب موجود في مصر بيبقى عايز يلعب مع المنتخب لانه رايح كاس عالم. فنانلة دي لها اكيد اكيد حتى لو سوري حتى لو مش هيشارك بس هو موجود في المنتخب. يعني حتى لو اقول لك الاجواء بتاع المنتخب بصراحه كانت غير الاهلي، يعني انا كنت في نادي الاهلي ومبسوط وفرحان وبلعب بالنادي الاهلي، لكن في المنتخب برضو الوضع يعني بتلعب في منتخب مصر حتى لو مش هتشارك ده انت معاك جمهور يا كابتن غير الجمهور التاني. في ناس كتير مش بتشجع بيقول لك انا بص في المنتخب مفيش حد مفيش يعني صح. النادي ممكن الجمهور بتاع النادي الاهلي هيعترض عليك او ينتقدك لكن انت في المنتخب بتاع الكل فاهم النقطه دي. يعني كانت الواحد في المنتخب بصراحه عاش ايام يعني ربنا يكرمنا الواحد يعني في غير الاهداف اللي عرضناها واتكلمنا عنها في هدف تاني انت مش قادر تنساه؟ يعني حاجه عملت هدف كده من جواك فرحت ان في الوقت ده عملت ده؟ وكان في اهداف مع بطوله جيت بس للاسف ما يعني كان في ماتشات ما تعرضتش في التلفزيون. يعني انا افتكر ليا جون يعني من بعد نص الملعب كده بظهري الكره جت لي فلفيت ورحت شايطها جت في من نص الملعب من بعد نص الملعب كده ده مسافه ده كتير من بعد نص الملعب كده فانا كنت مدي ظهري للمدافع ولفيت بيه وشطها راحت جايه في المقص. فده جون بالنسبه لي جون يعني تاريخي بس معانا هدف تاني اهو حلو وبيتحسب لك بتجيت والزمالك ده جون برضو حصل بعدين مشكله كانت مشكله يعني كوميديه ايه خير قول بقى هو انا بفكرك يعني هو الماتش ده كان في المقاولين استاد المقاولين والزمالك وقتها كان رجوع كابتن ميدو وعمرو زكي ومجموعه محترفين ومجموعه زمالك وشيكابالا لا الزمالك فعلا كان تيم ساعتها كان يخوف واحنا كنا رايحين الماتش فعلا قلقانين من نادي الزمالك. فالمهم ربنا كرمنا في الماتش ده وكسبنا 2-1 وكان الجمهور حوالي يمكن تقريبا 35,000 او 40,000 كتير في الاستاد في استاد الملائمه وكان في جمهور بقى. فالمهم الماتش خلص وكسبنا وانا ساكن فين؟ قصاد نادي المقاولين يعني ساكن في المساكن اللي قصاد نادي المقاولين عند نادي السكه كده فالمهم كان في في صحفي بعد ما خلص الماتش فقلت له ركبني معاك عشان عربيتي راكنه قدام البيت وعديني بس الشارع وكده. فقال لي تعالى فالمهم يعني نزلني وانا بعدي الطريق كان الجمهور بتاع نادي الزمالك كله طالع الجمهور اللي طالع ده كله كان بيجري ورايا مسكت بقى هو ده عارف اهو السيد اهو حصل موقف بقى حصل موقف يعني كان في موقف يعني لما رجعت شريط الاحداث اللي حصلت دي كان في موقف رعب وموقف كوميدي جدا لان انا دخلت عماره غير العماره اللي انا فيها العماره دي كلها اتحطمت كلها اللي هم ما سبقش يعني لا ده تهديد ده ملاوين لا دخلوا ورايا العماره والناس قفلوا بقى العماره وانا دخلت عن شقه ما اعرفش هي شقه تبع مين واحد دخلني وكده طلع المشجع زملكاوي برضو عارفه كان ممكن يسببك بقى تسليمه عيال اللي هو لسه بتتفرج على الماتش انت مش كنت بتلعب دلوقتي اللي جايب فينا جون ومش عارف ايه وازاي ومش عارف قلت له انا في كارثه انت مش شايف العدسه اللي تحت فالراجل طلع محترم يعني فدي المواقف اللي يعني كان فيها شط رعب شويه بس موقف ما حاجه الصراحه مش متوقعه ماشي انا خلصت الماتش كسبت اتهزمت اي حاجه بس مش الجماهير تدخل ورايا الجمهور انت عارف الجمهور بيبقى برضو ايه متعشم ان هو يكسب انت عارف جمهور الزمالك برضه جمهور كبير زي النادي يعني جمهور النادي الاهلي فحابب ان فرقته بالتيم ده ان هو يكسب لا بس ده هيخلينا نروح لسؤال برضه يا كابتن ما هو ما عندناش كده احنا ثقافه التشجيع الصح ما هو بره بقى ده بيفوز ده بيتهزم بيسلموا على بعض والجمهور بيشجع لاخر دقيقه
ومفيش بقى أطارد لاعب أو نادي أو كسر حاجة. هو ما كانش مطاردة وما كانش قصدي مش أيا كان. أنا بكمل لحضرتك. هو ما كانش قصدين إن هو هو جابه الصدفة يعني. طبعا كمالت لكمالة كلامك لحضرتك إن فعلا الثقافة مش يعني مش موجودة إنك تكسب تخسر كورة. أنا رح استمتع في الأول وفي الآخر في الأول وفي الآخر كورة. يعني لسه في الثقافة دي ما وصلتناش في مصر يعني. فده ممكن تكون مأثرة علينا حتى في الأحداث اللي احنا فيها. صح. دي يعني. دي ثقافة يعني. الجو اللي احنا عايشينه ده قلة ثقافة في وانت بتكلم يعني. على الجماهير كده اتخذت شوية ان هي نفسك الجماهير ترجع صح؟ طبعا. صوت الجماهير ده بيهز كرة. اللاعب وبيشجعه وبيحركه. مفيش كورة من غير جمهور. مفيش كورة من غير جمهور مهما تقول لي. حتى اللعيبة لو دلوقتي مهما اللعيب بيبقى بيلعب وبياخد فلوس وبياخد بطاقة مش هيحس بمتعة. هو لازم الجمهور هو مجبر دلوقتي هو مجبر دلوقتي ان هو مجبر ان هو يلعب. لكن لو مش مجبر مش يعني مش هينزل الملعب يعني. هو مش مجبر لو مش مؤيد في نادي مش هيلعب لانه هو اتعود ان هو يسمع يشجعه. الصوت حتى لو حد بينتقده بيشجعه تاني بيحمسه أكيد تاني اكيد طبعا يزود عزيمته. صح طبعا. الواحد الحمد لله كان وانا في المنتخب حضر كان في جمهور قبل الاحداث. جمهور النادي الاهلي كان في ماتشات بيبقى موجود في النهائي والكلام ده. لا جو تاني فعلا كانت حاجه. الناس فعلا محرومه ان شاء الله ترجع تاني باذن الله. اللعيبه دلوقتي محرومه ده اضافه للكره المصريه عموما بقى بعيد عن مين بيشجع مين ولا انهي جمهور لنادي اكبر. لا الجمهور بيحرك اللاعب. اللاعب يبدع يدي المنتخب او حتى لو ما اداش المنتخب بيعمل حاله ثراء كده للمباريات والماتشات. اكيد. ما انا بقول لحضرتك احنا فعلا اللعيبه كمان حتى المنتخب يمكن كان المنتخب بيجي له جمهور لان تعرف تصفيات افريقيا عشان كاس العالم والكلام ده. فأتمنى الجمهور يبقى موجود لانه رقم واحد فعلا في الكوره يعني. ان شاء الله. هو الاجواء دي دلوقتي المنتخب مستعد انه يعمل ماتشات وديه مع منتخبات تانية. منتخبات تانية. طيب نسيب بقى نتكلم المنتخب. خلاص الحمد لله تعالى تأهلنا. احنا تأهلنا ولا خلاص نجحنا ان روحنا كاس العالم؟ اقول السؤال تاني. يعني احنا مستعدين بجد ان احنا نلعب ماتشات كبيرة مع منتخبات كبيرة وننافس ولا رايحين سلام عليكم ادينا حضرنا ونلف ونمشي؟ بخبرتك بقى انت كنت في المنتخب واندية كبيرة ولسه لعيب موجود في الملاعب واحتكيت بالاجواء دي. هو احنا عدينا اول خطوه ان احنا صعدنا كاس العالم. وده كان التفكير اللي هو الجمهور والتفكير للعيبه والتفكير للجهاز والمنظومه كلها ان احنا نصعد كاس العالم. تمام. لان هم انت احنا طبعا احنا مش متعودين ان احنا نروح كاس العالم. فما فيش تخطيط يعني. ما فيش انا زي اي فرقه مثلا في كاس العالم احنا هنخلص مثلا الماتشات دي وبعد كده عاملين برنامج هنمشي عليه لحد ما نلعب البطوله. طبعا المنتخب كان هدفه الاول ان احنا نصعد كاس العالم. لحد دلوقتي ما فيش ماتشات. في ماتشات وديه هنتلعب في شهر 3 تقريبا. بس انا شايف الماتشات قليله. مش يعني انا شايف ان كان لازم يبقى فيه هي على قد الحدث هي على قد التاهيل الصح. حتى لو مش هتجيب فرق اوروبيه عشان التكلفه والتكلفه وانت عايز تعمل احتكاك على الاقل لازم تعمل مباريات كبيره جدا او مباريات كتيره عشان تقدر تشوف اللعيبه اللي انت هتختارها. ايه حاله اللعيبه اللي الموجوده في المنتخب لانك انت رايح كاس عالم. فعايز تشوف حاله اللعيب. يعني اللعيب رقم واحد هو اللي انت هتاخده. لان ما عندكش فرصه ان انت تجيبه وتودي. لا انت بطوله بثلاث ماتشات بالنسبه للدور. مفيش مجال بقى للتجربه والاختبار. مفيش تجربه. انت عايز ثلاث ماتشات. صحيح. وبتلعب اورجواي وروسيا والسعوديه يعني ثلاث ماتشات جامدين. فانت صح. عايز اول مباراه لازم تبقى نازلها ومستعد بالتيم بتاعك الاساسي والاحتياط ان انت تعدي المباراه دي. فاتمنى. طب بالشكل العام كده بقى ايه؟ مستعدين ولا رايحين نستعد ولا ياخد كام في المية ولا هو بالنسبه ان احنا لا انا بكلمك كلاعب وكمواطن وكمصري عايز منتخبك المنتخب يعني يروح هناك يأدي الاداء اللي انت متمنيه وكلنا متمنيين. مش هو كمشجع مش تقييم يعني. لا هو كمشجع انا شايف ان انا فرحان ان المنتخب صعد وشايف ان المنتخب يعني اي نتيجه هيعملها هتفرحه لان هو خلاص رحنا يعني رحنا كاس العالم. وبنتمنى ان احنا كمشجع كان اتمنى ان المنتخب يعدي مثلا اول مباراه. بس كتير يا كابتن بقول لك المجموعه دي حلوه يعني المجموعه دي هاديه
ولا مفيش فرق في مفيش هو كده كده كله راح كاس عالم صح تتكلم في كاس عالم كل الفرق كل الفرق ما تقولش مثلا روسيا لا روسيا ما عندهم محترفين مش في كل الانديه اكبر الانديه فاكيد عندهم لعبة يعني السعوديه النهارده وعاملين تكنيك معين لده لا لا في ناس الناس جاهزه السعوديه عندهم نص لعبة طلعوهم بره يحترفوا عشان كاس العالم صحيح. فاكيد كل الفرق دي لا فرق كبيره اورجواي ما عندهم ناس بتلعب في برشلونه وناس كل محترفين في كل الدوريات لا انت بتتكلم في ثلاث في مجموعه برضو صعبه جدا بالنسبه للمنتخب نتمنى احنا كلاعب وكمشجع ان احنا نعمل حاجه تليق باسم المنتخب لان المنتخب فعلا فيه لعيبه محترفه كويسه جدا احنا كروتنا عندنا المهاره برضو ما بنخافش يعني احنا كمنتخب ما بنخافش فعلا ممكن مش مستعدين كويس لكن لاعب مصر اول ما بيتحط في الملعب بيبي يعني طلب ممكن يعمل مفاجاه ما تتخيلهاش يعني بص احنا تعودنا منك انك انت بتكلم بجراءه وبقوه وحد كده استريت ودايما واضح في كلام بجد كوبر ينفع للمرحله اللي جايه ولا في حد تاني انت شايفه كمشجع بلاش انا يعني عشان الحرج انك انت كلاعب موجود لا لا عادي يعني كوبر ينفع والخطه دي تنفع انا كنت انا وانا كلاعب او كمشجع كنت منتقد مستر كوبر على الاداء بتاع المنتخب مصر انا كنت شايف ان المنتخب مصر لا بالمحترفين اللي موجودين يعمل كرة احسن ويصعد مستريح على الانديه لكن الراجل نجح يعني الراجل يعني عمل حاجه ما عملهاش حقق لك هدفك بقى حقق الهدف اللي كمشجع بتفرج كمشجع مصر حقق الهدف اللي انا عايزه فطبيعي ان انا ساعده ودعمه وخلاص ده راجل صعدني كاس العالم انا معاك يا كابتن انت كلامك منطقي وصح ويحترم بس ماشي لو في جديد لحاجة تاني لمسة تاني تضاف من مدرب تاني اجنبي بقى وطني اي حاجة تاني ما كلنا بنقول عليها يعني هم ممكن يكون الخطة دي واضح هو لو استمر عليها يعني احنا كمشجع انا مش ناقد ولا مشجع زيك دلوقتي انا عارف ان هو بص البصة ما تاكلش مع الناس دي زي ما بيقولوا كده ما تنفعش هو زي ما انت قلت انت قلقان من ان الاداء بتاع المنتخب اللي هو زرع عليه ان هو كان بيلعب او بلغه الكوره لعب لصلاح والكلام أيوة. اللي كان منتشر في الفتره دي كل الكلام ده احنا كنا شايفين هو كان سيستم بيلعب عليه وكمشجع هو نجح يعني هو نجح بيه المشجع خايف ان هو تعرف المشجع المصري برضه طماع يعني عايز يشوف المنتخب في منتخب مصر ينافس من احسن منتخب في افريقيا عايز يلعب المنع ان هو يؤدي كوره ويمتع احنا رايحين كاس عالم عايز يتمتع يعني اللاعب المصري بالذات المشجع المصري عايز يتمتع فعايز يشوف المنتخب في الحاله اللي هو بيشوفها على طول فيها فعشان كده هو عايز مدرب تاني لان مستر كوبر مثلا بيقول لك عندنا مشكله دايما في راس الحرب صح ليه مفيش حد كده يطلع مجموعه لعيبه ويتبناهم ويطلعهم ينفعوا المنتخب ينفعوا بص هو في هو في مهاجمين كتير في 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 مصر يعني بس هو مستر كوبر لما مسك المنتخب كانت اختياراته بالنسبه للمهاجمين قليله يعني ما خدش مثلا 3 4 فراوده ويشوفهم او موجودين في المنتخب عشان تقدر تحكم عشان كده احنا كجمهور او كناس بتتفرج على المنتخب بنقول طب فين الفراوده والكلام ايوه ايام الكابتن حسن كان حوالي 4 5 6 فراوده كلهم جاهزين جاهزين جايبهم وموجودين في المنتخب 2 بيلعبوا 3 بره في احتياطي فما كنتش حاسس ان في نقص في الموضوع سؤالي بقى الاخير من المنصوره لفين كده تاني حاليا لاعب دلوقتي في المنصوره ايه العروض الجديده اللي موجوده ولا اللي جايه لك ولا والله انا كنت ماضي سنه مع نادي المنصوره والمفروض ان في شهر 1 جالي انديه في جالي الرجاء وجالي كذا فرقه في الدرجه الثانيه اللي احنا فيها برضو فرق لها اسم وكده لكن المنصوره يعني تمسك بيا لان احنا تمسك بيا لان انا يعني عايز نكمل السنه معاه وعايز يجدد معايا وقال لنا احنا عايزينك ولسه عندنا فرصه في الصعود فهو تمسك بيا وهو يعني المنصور للامانه نادي كبير كبير جدا ويعني وصدر كتير لعيبه لا 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 نادي محترم وانا فضلت ان انا اروح نادي المنصور كان اتعرض عليا انديه تانية لكن انا فضلت النادي ان هو نادي اسم حلو يعني هو اسم ان انا اضيف للمنصوره في اللعب ومنصوره يضيف لي كاسمه فانا اخترت الاختيار لنادي المنصوره
لكن الظروف ما ساعدتناش ان احنا في بدايه الدوري ان كان في مجلس معين وبعدين انتخابات، ففرصه الصعود هربت منا شويه. لكن ان شاء الله باذن الله يعني على نهايه الموسم ان شاء الله يكون الدنيا بالنسبه لي استقريت وعرفت ان انا هكمل في النادي ولا مش هكمل. والمنصوره ان شاء الله لما اسيبه، لو سبته يعني وليش نصيب ان انا ابقى موجود فيه، ان شاء الله اسيبه في المكان اللي هو يليق بيا. يعني استمتعنا بك يا كابتن وبحاله الرضا والجمال والتاريخ زي ما قالوا عليك، نوادي كتير وقصه نجاح بجد، وان شاء الله النجاح يكون عنوانك. ربنا يخليك. انا متشكر وبشكر الاعداد على المقدمه اللي هو عملها لي، فبشكرك. لا ده حقك انت حبيب الكل. ربنا يخليك. مشاهدينا الوقت الحلو مع الكابتن الجميل التاريخ السيد حمدي مشي بسرعه، لكن نقول له شكرا ان هو شرفنا النهارده، جايينا مخصوص من الفيوم لاستوديو طريقي. شكرا. وشكرا للكاتب الصحفي المتالق دايما اللي بيقدم لنا هدايا في طريقي مدحت محي الدين. اشوفكم الاسبوع اللي جاي في طريقي. تصبحوا على خير.